إذا للحديث عن واقع مطار بغداد الدولي وتردي الخدمات فيه ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أستاذ مظفر، مرحبا بكم. يعني إهمال واضح في مطار بغداد الدولي الذي من المفترض هو الواجهة الرئيسية والحضارية للعراق. لجنة النقل البرلمانية تؤكد أن مطار بغداد الدولي متخم بالكثير من المشكلات. ما الذي أوصل الأمور لهذه الحالة أستاذ مظفر؟ بصراحة يعني هو الآفة الرئيسية والسرطان الرئيسي اللي يضرب العراق ويضرب البلد هو هذه المحاصصة والتكالب على الـ على الـ على الـ على الموارد اللي تدخل المطار. هي هذه اللي أودت المطار إلى هذا الحال، تكالبه، تولي ناس متخلفين غير قديرين، ما عندهم خبرة، وتولي مقاليد السيطرة على المطار هو اللي أوصل المطار إلى هذه الحالة. أستاذ مظفر، ولكن حكومة السوداني تتحدث دائما عن تشجيع قطاعات عديدة على رأسها السياحة. هل يمكن تفعيل هذا القطاع، قطاع السياحة، في ظل تردي الخدمات وأيضا في ظل الخطورة الأمنية التي تصاحب السائح عندما يأتي إلى العراق؟ والله بصراحة يعني لا هذه الخطوة ولا ألف خطوة من السوداني وغير السوداني تستطيع إرجاع الحياة إلى قطاع السياحة إلى المطار. هذه كلها ترقيعات، يعني ترقيعات مثل ما نقول، يعني مريض عنده سرطان ويريدون يعالجونه بحبة أسبرين. هذه الأمور ما تساعد. أولا المفروض الاستقرار الأمني مثل ما قال تقريركم حضرتكم، الأمان، البنية التحتية، الطاقم المطار يكون مختلف. أنا راح أجيب حضرتك مثل مطار بغداد، المطار اللي يكاد الوحيد اللي بالعالم اللي تنقطع به الكهرباء، ماكو مطار بالعالم. مطار بغداد المطار الوحيد، هو مطار بيروت الوحيدين اللي تسيطر عليهم ميليشيات وناس، يعني ناس ميليشياويين يديرون المطار، ماكو شيء بالعالم. نعم. هنا في هولندا مطار أمستردام بالعرف السائد، مطار أمستردام يوازي قدسية القصر الملكي، نفس القدسية. الحكومة استطاعت بعد جهد جهيد أنه تنزل الرحلات من 520 ألف رحلة سنوية، يعني أكثر من نصف مليون، إلى 400 ألف رحلة، حتى يكون على يقدرون يقدمون خدمات، يقدرون يقدمون للناس شيء. في هولندا بموسم الأعياد مليون مسافر خلال يومين يروحون يجون. هذه الأمور من تقارنها مع المطار بغداد، يعني فرق بين السماء والأرض. طيب. مطار بغداد متهالك، كهرباء ماكو، خدمات ماكو. نعم. القذارة موجودة، كل هذه يعني مستحيل لإعادة الحياة إلى المطار. أستاذ مظفر، إذا ما تحدثنا وفتحنا نافذة الحلول، فصل المطارات عن سلطة الطيران المدني باعتقادك هل سيؤدي إلى تطوير العمل خاصة في مطار بغداد الدولي؟ تعتقد ذلك؟ أنا ما أعتقد. سلطة الطيران المدني هي سلطة رقابية تراقب، لأنه هو عندهم جدول اللي هو المفروض أنه جدول نظامي، نقاط دولية يجب الالتزام بها. إرجاع المطار إلى وزارة النقل، إرجاع المطار معناها إلى ألف خطوة للوراء، إرجاع إلى زمن هادي العامري لما كان يأخذ البنزين الطيارات المدعمة من الدولة ويبيع بسعر السوق السوداء للطائرات، ارجاع المطار الى الفوضى، هو الان في فوضى راح يرجع الى فوضى اكثر. هذه الامر ما يساعد، هو مجرد محاوله انه يريدون يطلعون من الحظر اللي موجود عليهم. الجهات الدوليه صارمه بهذا الشيء، صارمه بهذه النقاط اللي عندهم نقاط يطبقوها، لازم تطبق هذه النقاط حتى يرجع المطار الى العمل. أستاذ مظفر، هذا الفشل بإدارة المطارات وأيضا سيطرة الميليشيات على يعني المنافذ الحيوية، وأقصد هنا فيها المطارات بشكل واضح، سيطرة الميليشيات على المطارات، هل تعتقد أنه حالة طارئة أم جزء من عملية ممنهجة؟ بالفعل هي هذه عملية ممنهجة، يراد منها تحييد الخطوط الجوية العراقية بالبداية. حيدوا الخطوط الجوية العراقية، نزلت من الخطوط اللي الاوائل اللي موجوده بالشرق الاوسط الى
الى الحضيض والطائرات العاطله عن العمل وغيرها، ويراد ايضا تهييب مطار بغداد لصالح المطارات الاخرى الفرعيه، لان نعم هناك المطارات الفرعيه ياخذون راحتهم بالتهريب وبتبديل العمله وغيرها، والموارد اللي تدرها المطارات الاخرى، من اجل نعم كل هذه تم تهييب مطار بغداد الدولي. عبر سكاي من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لكم.